جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: إذا كنت أستمع لقراءة القرآن ثم مر القارئ بآية فيها سجدة ولكنه لم يسجد، ماذا أفعل أنا المستمع؟ هل أسجد أم أواصل استماعي للقرآن؟ وإذا كنت أردد هذه الآية للحفظ هل أسجد في كل مرة؟ إذا سجد القارئ يسجد المستمع تبعا له، وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. نعم، جزاكم الله خيرا. من كرر آية فيها سجدة للحفظ هل يلزمه مع كل مرة أن يسجد؟ يكفي المرة الأولى إن شاء الله.